عبد الرحمن انا ارتاح. حاطط فلوسي في البنك، ها؟ حاطط فلوسي في البنك. والدك مات وكان وضع فلوسه في البنك. والدي مسافر وحاطط فلوسه في البنك. ها؟ مسافر وسافر خارج مصر. والدك مسافر ووضع فلوسه في البنك، وبعد؟ على كل، انا مش سامع كويس، في وش عندك؟ تقول والدك مسافر وواضع فلوسه في البنك، والسؤال يطعمكم من الفوائد، بئس الطعام، وبعد؟ على كل صوتك غير مسموع، لكن لا يجوز لكم أن تأكلوا من الربا، كلوا من أصل رأس المال ولا تأكلوا من الربا، والسلام عليكم.